نجمة سيرين عبد النور بترجع للسينما بعد عدة مسلسلات درامية ناجحة من خلال فيلم سوء تفاهم اللي بيحكي عن فتاة لبنانية عم تبحث عن فارس أحلامها والصدفة اللي بتجمعها بشاب مصري. سوء تفاهم إخراج أحمد سمير فرج وبالاشتراك مع شريف سلامة، أحمد صلاح السعدني ورجاء القداوي. نحن معكم ببابا سبيشال كفرج وهالمره من الافان بريمير الخاصه بفيلم سوء تفاهم اللي جمع بالادوار الرئيسيه النجمه سيرين عبد النور، شريف سلامه واحمد السعدني، ونحن بانتظار وصول الكاست والكرو الخاص بالفيلم لنعرف اكثر منهم عن مجريات التصوير ودورهم بالموفي، بالاضافه طبعا لعدد من السليبرتيز اللي رح يتوافدوا تباعا على الريد كاربت ورح يكون لنا معهم اكسكلوزيف انترفيوز. كيف كانت اجواء الريد كاربت؟ بنشوف سوا. نادين، شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بصالة اللبنانية والعربية؟ بدي اقول اكيد مبروك الفيلم، ان شاء الله يا رب بشوف النجاح اللي هي بتتمناه وبتحلم فيه. انا مبسوطه كثير انه عم شاركها اليوم بافتتاح الفيلم تبعها، بما انه هي زميله وصديقه وانا بحبها كثير، والله يوفقها بكل شيء بتعمله، بتستاهل كل الخير. بعد النجاح اللي حققتيه بفيلم لو على رمضان، بشو في مسلسل جديد بتعطينا فيه لرمضان ورح يكون بالنجاح اللي كان فيه مسلسل لو؟ اكيد ان شاء الله توفيق من عند الله يا رب. رح يكون عندي مسلسل اسمه تشيلو، هو اخراج سامر بركاوي وكتابه نجيب نسير ومن انتاج صادق الصباح. تشيلو قصه كثير حلوه، دراما ميوزيكال بنفس الوقت، هيك بوزع وبيبسط كثير. حلو المسلسل، الله راد لرمضان. ورده الصبح من ايدي لعيونك يا ليل، احلى حلويات كلتها ببيروت عند الكسلة بليك. إن كان بالسينما أو بالمسلسلات، قد ايه مهم نشوف هالمزج من كل الوطن العربي إذا بدك بموفي، وقد ايه هالشيء بيسهل إنه الفيلم أو المسلسل يكون عنده سوق أكبر كتوزيع يعني؟ أنا بشوف هذا الشيء كثير طبيعي ومنطقي، لأنه بالنهاية الدراما إن كان بالتلفزيون أو بالسينما هي بتشبه الواقع، والواقع اليوم هو اختلاط، وأنا مع هذا الاختلاط 100%. بعد اتهام اللي كسر الدنيا فينا نقول برمضان، شو عم تحضرين لنا مسلسل جديد بالوقت الحالي؟ انا هلا عم ينعرض فرصه ثانيه على الام بي سي وراح ينعرض بلبنان قريبا، ونحن انا عم حضر كثير مسلسلات ببلشوا تصويرهم بشهر 3 و4 ان شاء الله اذا الله رضى. مين لينا فوزي؟ محجوز لها الجناح الملكي في الاوتيل ومتوصي عليها في كل حته. أميرة مهمة جدا، جاية مخصوص عشان تحضر المعرض وتشتري الألماس. نجم مارك عبد النور، أهلا وسهلا فيك بباب أب عبر الـ LBC وقنوات روتانا. ثلاث أيام بالحلوين هون. ميرسي، ثانك يو. هلا كيفك؟ سافا. شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصالة اللبنانية؟ بدي أقول لقربتي مبروك، الله يهنيها ووفقها بالفيلم. أصلاً عودتنا سيرين كان بالأفلام، كان بالمسلسلات، كان بكل شيء، على طول مميزة ومتألقة، بتعرف تنقي أدوارها منيح، بتعرف تنقي أبطال اللي بمثلوا معها. أنا قبل ما أفوت على الفيلم مأكد إنه حيكون فيلم كتير حلو. مبروك لإلها ولكل إكيب العمل، للمخرجين، للمنتج، لكل الممثلين اللي معها، الله يهنيها فيه. ثانك يو. مالك عم تحضر شيء جديد حاليا من الحان او غناء او توزيع؟ حضر لك شيء كثير مهضوم وغزل هالمره، لانه الغنيتين قبل كنت شوي هجومي، اخذت غنية كثير حلوه كلمات والحان سليم على السيف، انا حوزعها اكيد. بعنوان؟ خلي العنوان شوي خليه مفاجاه لينزل، بعد شي شهر الله راد حنزلها. ماجي، شو بتحب تقول اليوم للنجمه سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلمها سوء تفاهم بالصاله اللبنانيه؟ بدي اقول لها الف 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 مبروك، سيرين نجمه ومحبوبه ومهضومه وعامله فيلم كثير حلو هلا راح تشوفه. انا شفت هيك جزء كبير منه اذا بدك، وفيلم شغله من قلبها وبتجنن، بتاخذ العقل. بدي اقول لها الف مبروك، بدي اقول لها كلنا جايين اليوم نهنيكي مثل ما انت دائما بتكوني حدنا وبتهني وبتشجع السينما اللبنانيه، فنحن حدك. ماجي بغصن، ما فينا ما نحكي عن النجاح اللي عم بيحققه فيتامين، ان كان بنسبه المشاهده او هالقبول اللي لاقاه عند الجمهور، قد ايه انت سعيده بهالشيء؟ انا كثير 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 مبسوطه، لامبارح صرنا 170,000 وبعده الفيلم عم بيلاقي اقبال كبير، مش بس بلبنان، بالاردن وبالخليج وبسوريا، فهيدا الشيء بكبر القلب
والحمد لله اطمنا على فيتامين. لازم نبلش نفكر بالخطوه التاليه بالسينما كمان. انا هلا شو بدي اعمل؟ لازم اعرف ليش هيك عامل فيك. الله مين الخباوه دي؟ بتعرف من وين الحفله؟ اذا من هون ولا من هون ولا من هون ولا من هونيك ولا من وين؟ بصي هو صراحه انا تايه زيك بالضبط. بداية شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصلاة اللبنانية؟ بلا ألف مبروك سيرين، وي بليف إن يو، وهي أدت دور رائع. أنا حضرت الفيلم، إن شاء الله حيعجبكم وشيز أميزينغ. بدي الله يعطيها العافية هي وكل فريق العمل، ولكل فريق اللي عم يشتغل بصناعة الفن السابع اللي عم يبدو إنه عم بلاقي محله بلبنان. فلو قدرنا بهالبلد اللي عم بيعاني ضربات كتيرة من حوالي من مئات السنين، لو قدرنا انه نصنع سينما فنحن بنكون حققنا اكبر انجاز صناعي واعرق انجاز صناعي. سيرين هي من اصدقائي، يعني سيرين مقربة جدا لإلي، ومع كل خطوة نجاح بتقوم فيها سيرين بحس حالي انه انا كمان عم بنجح. فأكيد اليوم من الطبيعي أن أكون حدها وأدعمها، ولأنا بيربق لها سيرين من النجمات اللبنانيات اللي قدرت تصير عربية بنفس الوقت. ف يعني مثل ما بتشوفي في كم من النجوم اليوم ومن الإعلاميين كلهم أصحاب مع سيرين، أجوا لحتى يشجعوا، وخاصة أنه الفيلم مصري، فيمكن هيدا شوي إذا بدك خطوة جريئة من المنتج والقيمين أنه يبلش عرضه بلبنان. بس سيرين اسم بشد المشاهد على لا يجي يحضروها. أكيد كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعوك اليوم عبر الـ LBC وقنوات روتانا. بدي أقول أنه أنا قلت لك إياها قبل، أنا معجب بكل شيء بتعمليه، وبدي أقول لكل المشاهدين روتانا والـ LBC الفضائية، إن شاء الله يا رب مثل ما دائما في إيفنت عم يكونوا حلوين بلبنان، نضلنا هيك نشعر بهيدي المحبة وهيدا السلام الداخلي اللي عم نقدر نعكسه ونوصل صورة لبنان بأجمل صورة. Thank you, good luck. Merci, thank you. وانا اتسرب مني الماظ قبل كده ومن بيتي كمان. لو ظهرت انا في الصوره دلوقتي يمكن البسها. ابن اخويا اللص الحرامي. معقوله شفتك تاني؟ وحشتيني قوي يا حبيبتي. سيرين اكيد اليوم مبروك، عم تفتتحي سوء تفاهم بالصلاه اللبنانيه، خبرينا اكثر عن دورك بالموفي. اللي كان بفضل انه تحضروا الموفي، انت كصحفيه تقولي وتنقلي شو شفتي بالموفي. هو دور لايت كوميدي ورومانتيك كثير، رومانسي خليني اقول، وحلو هيك لايت اذا بدك، وبالاجواء اللي نحن فيها كثير من الكآبه يمكن هذا الفيلم اجى بوقته. هلا لينا بتختري بحياتها لما تلاقي فارس احلامها وتلاقي الحب، هل برايك الحب فعلا بيقدر يخرب حياه شخص؟ ايه، ما انا دايما بقول انه الحب هو سلاح ذو حدين مثل ما بيقولوا، يعني اذا ما عرفتي تحبي الشخص المناسب رحت عليك. ليك ما يغشك انه انا قموصي وفستان ورقه وهيك، لا انا قويه وبعشقك. شو هيدا؟ اشتغلت بالتلفزيون واشتغلت بالسينما، وين سيرين عبد النور بتلاقي حالها اكثر؟ كتير مهم عند الممثل التلفزيوني انه يعمل افلام سينما، لانه بالاخر هيدا حلم كل فنان. بعدين لما بتشتغلي بالتلفزيون بتفوتي انت ضيفه عند العالم، بينما لما بيجوا هن على السينما يعني هن جايين يشوفوك ولانه بحبوك، شغله مهمه بالنسبه للفنان ومعنويات قويه. شو بتحب تقولي لكل اللي بيحبوا سيرين عبد النور عبر الـ LBC وقنوات روتانا ببرنامج باب اب؟ بدي اقول لهم انا بحبهم كثير، وميرسي لكل حدا بحبني ولكل حدا بيدعمني اذا بدي بموهبتي وبشخصي، وبدي ادعيهم يجوا يحضروا سوء تفاهم، لانه بعتقد وبكل تواضع رح يكون فيلم حلو. لو كشفت لنا ولا الجماعه لينا علاقه بيه. صغرت له اسمه؟ توديت الواد فين؟ شميز هيتكربش. سيرين تستاهل، وعلى طول هي ناجحه وجماهيرها كثير كبيره بالوطن العربي، يعني نحن عندنا تجربه كبيره مع طول بالتصويت، بصير على طول اسمها باول اسامي بتتصدر اللائحه على طول، فبنقول لها مبروك وان شاء الله يكون الفيلم وجهه خير عليها. بقول لها لسيرين عبد النور اثبتتي عبر السنوات انك نجمه سينمائيه بامتياز، تابعي بهالنجاح، ومن نجاح كبير لنجاح اكبر ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفيلم عند حسن ظن الجمهور. دكتور هرات شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم؟ بتعرفي لما كان الحكي انه بدنا نجي على الاوبننج، قالوا لي كيف بدك تروح في عزفه برا وهيك؟ قلت لهم سيرين بحال ذاتها هي عزفه، انه عامله ضجه بالبلد، يعني مش معقول. انا بحبها كثير بكل الاسعده، بالدراما بحبها، بالغنى، بكل المجالات، هي فنانه بكل معنى الكلمه. بدي اتمنى لها استمراريه، بس بلا معنى لان هي رح تستمر
كتير 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 كتير. رشد عايل سيس. أنا معك مش هسيبك. شايل معايا هدية فرح. لينا العقد تحفة. فرقاني معايا شغلة واحدة بس، إنك أنت كذبت علي. منبين من التريلر تبع الموفي إنه شكله موفي حلو ولذيذ. وإن شاء الله بدوام النجاح، لأنه بحاجة إنها ترجع تنشط بظل كل الجو اللي عم نعيشه بالعالم العربي، تنشط شوي السينما العربية إن شاء الله. وسام ريدي ممكن نشوفك شي نهار كممثل؟ بتعرفي المشروع مطروح دايما، بس دايما كان عندي علامة استفهام على موضوع التمثيل. إذا فيلم إيه، بس إذا غير فيلم لا. بداية أكيد مبروك الموفي اليوم اللي عم تفتتحوها بلبنان سوق تفاهم، خبرنا أكثر عن دورك بالفيلم. فيلم رومانتيك كوميدي، في أكشن، شخصية جديدة أول مرة أعملها، وأعتقد أنه هيلاقي نجاح لأن كان في مجهود كبير طول الوقت، وأتمنى أنه يعجب الناس. وتحضيراتك الجديدة بشو بتعدنا؟ إن كان بالتمثيل بمسلسلات أو بموفي؟ لا، أنا رفضت أكثر من عمل رمضان، وحالياً بقرأ فيلم، وأتمنى أنه يعجبني وأكمله. كيف كانت المشاركة البطولة مع النجمة سيرين عبد النور كمان؟ أكثر من رائعة، كان في تفاهم طول الوقت، وأنا وسيرين أصدقاء، وكان في روح حلوة في الشغل، وأعتقد أن الروح دي الناتج بتاعها هيبان على الشاشة. ده خليها لك مفاجأة. وأنا بموت في دور غريب شوية، يعني أتمنى أنه يعجب الناس وجديد عليا، يعني اجتهدت فيه بقدر المستطاع، وأتمنى أنه يعجب الناس. وبعد سوء تفاهم شو عم بتحضر لنا من أعمال جديدة؟ أنا بحضر مسلسل اسمه الكبريت الأحمر، تأليف دكتور عصام الشماعي وإخراج الأستاذ خيري بشارة وإنتاج شركة رايت ماركتينج، بيتكلم عن الجن. هو حاجة جديدة برضه يعني. نسرين شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصلاة اللبنانية؟ بدي أقول ألف مبروك لسيرين، وبدي أقول كمان للمنتج جمال سنان ولصادق الصباح ألف مبروك. واليوم عندي تمني أنا أكثر إنه نحن ندعم السينما اللبنانية، لأنه من كم يوم بس عرفت أنه فيلم سينما يلي نزل من حوالي شهر اسمه يلا عقبالكم تسرب، وهيدا فيلم لبناني. بهيدي الطريقة لما ما عم بيكون في دعم وحماية لأفلامنا السينمائية، نحن بهالطريقة ما عم نشجعهم أنه يعملوا سينما. فأنا اليوم بدي أطلب من الوزارات المعنية ومن النقابات أنه يحموا السينما اللبنانية من هيك تسريبات، يعني لأنه لما كل هالناس اليوم جاي تحضر معناتها السينما بألف خير، بس لازم النقابات المعنية تحمي السينما والأفلام تما تتسرب. جو شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم مع سوء تفاهم؟ أول شيء سوء تفاهم بلبنان صار كتير، والعالم العربي صار فيه كتير، فنحن بحاجة لنفك هالسوء التفاهم لنقدر نعيش بسلام. سيرين بدي إلا أنت نجمة وقدرتي تعملي مكاني بلبنان ومصر وبالعالم العربي، فبتمنى النجاح لإلها. وكتير حلو وجود شركة الصباح لشقل ووجود وحضور الفيلم اللبناني، فهيدا وجود كتير حلو عنا أن الصحافة والناس، هيدا كلياته بيدل على الحياة وحب الحياة للبنانيين. بيقهرها وبيبكيها وبيعذبها وبيدمر لقلبها كرميلها. كانت أجواء الأفاب خمير من فيلم سوء تفاهم اللي جمع بالأدوار الرئيسية سيرين عبد النور، شريف سلامة وأحمد السعدني. كل الأخبار الجديدة على برنامج باب أب LBC وقنوات روتانك. رجا ناصر الدين، جورعد، نادين نسيب نجان، شريف سلامة، أحمد السعدني.